la 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 la. شو 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 جئناكم أيام الأطفال ندعوكم في جمعتنا نمرح نلهو نتسلى فهيا تعالوا. سلام سلام شرفنا بحضوركم يا ضيوفنا الكرام. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. جيتونا برضاكم لبيتوا دعوانا واحنا يا بلقاكم مقلوبنا فرحانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية يهديها لكم. بابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ظل لمعانا. فالعم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. ما أحلى رؤياكم نورتوا يا أحبابنا ان شاء الله يهنا بالكم في ظل لمعانا. العم يزيد يرحب بكم وألف تحية أهديها لكم. واش رايكم دركا؟ انا كاين واحد النقطه مهمه جدا جدا جدا. هذه النقطه هذه على بالكم بالمرات الاولياء في التربيه تاع الاطفال. هذه الرساله موجهه للاولياء والاطفال في التربيه تاع الاطفال. بالمرات الولي الامر الام ولا الاب تبان له باللي قال لوليده يعني رباه. لان التربيه واش هي؟ انك تزرع في ولدك قيم معينه. هذه القيم اولا تزرعها من حيث السلوك. هذه الاولى قبل ما تبقى تهضر مع والدك ولا بنتك. السلوك تاعك راح ياخذ من السلوك تاعك، راح يمتص من السلوك تاعك. اذا كنت انت يا لطيف راح يكون لطيف، اذا كنت انت متسامح راح يكون متسامح، اذا تلقي السلام راح يلقي السلام، اذا كنت غافر مع جارك في العيد راح يغافر هو جاره. من حيث السلوك هذه الاولى. اذا الاولياء لازم تكونوا لا غالب. هذه قاعد لنا احنا مسؤوليتنا كامل، احنا تاني مع اولادنا وكامل. لا غالب لازم نبتعدوا عن العنف. اذا كان عندنا مشكل لازم هذاك المشكل يعني واحد يسير رجليه بعيد على الاطفال. وكاين حاجه مهمه بالمرات الاولياء تبلوا. انا مثلا نحكي لكم هذه الحكايه، هذه انا صرات لي، لانه الاولياء بالنسبه ليه راهو قال لولده مثلا، ولده يجي متوخر مثلا، الطفل قاعد يلعب برا وطول باش يدخل، واش يقول له باباه ولا يماه؟ يقول له يا اخي قلت لك هذاك العام ما تتوخرش برا. ولكن السؤال وقتاش قال له؟ هل قال له وليده يا وليدي لما تخرج من المدرسه لازم تدخل للدار مباشره، ما تطولش برا، ولا طولت لازم تعلمني؟ هذا هو اسكو قلنا لولادنا. هل ولدك قلت له لازم كي تخرج وتلقى انسان ولا جماعه لازم تلقي السلام؟ هل قلت لوليدك كي يدخل الدكان لازم ينتظر الدور تاعو؟ هل وليدك وريت له في الدار لما تكونوا تهضروا كامل تقول له لا يا ابني انتظر الاذن، انتظر دورك باش تتكلم، كي تكلم خوك انت تسمع له. هاد الاشياء هذه كلها الابن ولا البنت يتعلموهم في البيت مع الاولياء. انا كنت صغير كنا في رمضان في الليل مع الام والاب ربي يحفظهم، كان في عمري 5 سنين 4 5 سنين على ما نظن. وهذه الحادثه قعدت لي في مخي.
على بالكم هذه الحديثة في كل مرة نحكيها، حتى ولا الوالد كنت لقاه يقول لي يا ولدي وهذيك الحديثة ما تحبسش ما تحكيهاش، دائما نحكيها، ولكن ما هيش نحكيها للعبرة فقط. كنا نمشوا في الطريق، كان مزدحم اكتظاظ في هذاك الطريق في رمضان في الليل سنة 75 76، ومن بعد أنا نمشي هكذا تودرت، كنت نتبع في واحد لابس سروال كيما تاع الأب نمشي مراه هكذا، من بعد كيف طنت هكذا سبت روحي تودرت، بقيت نبكي نبكي ونجري نجري 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 ونبكي. حكمني واحد راجل هكذا قال لي يا وليدي واش بيك، قلت له والله غير تودرت ونبكي، قال لي ما تبكيش خلاص خلاص، قال لي وراهم الاهل تاعك. من بعد قعدت معاه هكذا، من بعد جاوا الاهل تاعي فايتين هكذا، قلت له هاملك هاملك هاملك. كي جا الوالد عندي بالفرحه واش يدير؟ واش دار بالفرحه؟ واش يدير؟ يبكي؟ لا لا ها ضربك ولا والله غير نحكيها باش نضحكوا. مام الوالد، الوالد قال لي يا وليدي غير حبس ما تجيش تحكي هذه الحكايه، بصح معليش. الوالد واش دار؟ عطاني زوج ضربات خفاف هكذا. واش قال لي؟ قال لي يا اخي قلت لك هذاك العام كي تتودر قعد في بلاستك. انا درت له هكذا في عمري 4 سنين، حبيت نقول له يا بابا انا وقتاش قلت لي، وقتاش قلت لي في عمري 4 سنين. اذا هذه العبره هذه انا ماذا بيا نعتبر منها، ولادنا الا ما قلنا لهم شي حاجه ما نقدروش نحاسبهم عليها. الا قلت له ما تكذبش نهار يكذب ما تقدرش تحاسبه. الا قلت له لازم تكون امين يا وليدي، الحاجه اللي مشي ليك ماهيش تاعك، تاع الناس، ترجعها للناس، عمرك ما تحاسبوا على الامانه. اذا كان ما ربيتوش يكون متسامح، غدو ما تحاسبوش على التسامح. احبائي لازم نردوا بلادنا، لازم نردوا بالنا من ولادنا، والله غير امانه، امانه من عند ربي سبحانه لازم لازم نوقفوا عليها. لذا عمو يزيد دار اغنيه انا نحبها بزاف، اغنيه الاحترام، نقول فيها الطفل يتساءل مع باباه يقول يا ابتاه قل لي معنى الاحترام. واش يقول له باباه؟ يقول له لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو الما وعجوز نامت وصبي. بعد يقول له يا ابتاه قل لي معنى الاحترام، يقول له لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. تعلم انت ولدك ولا بنتك يروح الحانوت ينتظر الدور تاعه، يلقي السلام وما يسبقش الناس وما يعجلش باش يطلب الطلب نتاعه. بعد يقول له يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يقول له لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابه أبدا حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. أحبائي الاحترام ثم الاحترام. بصح دركا هذه الاغنيه تغنوها معايا انتوما قاعد تقولوا يا ابتاه يا ابتاه قل لي معنى الاحترام، سهله يلا غنوا معايا كامل. يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام، لما تخرج من بيتك لا ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. لما تخرج من بيتك ترفع صوتك بالحي، فمريض يشكو ألما وعجوز نامت وصبي. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام، يا ابني فمعنى في سنتنا والإسلام، هيا وفر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. هيا وفر هذا صغير دين وصى وسنة، وتحلى بالاحترام رجلا يكبر كسنا. يا أبتاه يا أبتاه قل لي معنى الاحترام،
يا ابني فمعنا في سنتنا والإسلام. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك ظلما. لما تدخل دكانا سلم على أهله دوما، لا تعجل في طلب الشيء أو تسبق غيرك. ابني فمعنا في سنتنا والإسلام. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، حتى تستأذن من فيه أو تسمع منهم ردا. لما تقصد بيتا ما لا تفتح بابا أبدا، شكرا شكرا أحبائي. الاحترام ثم الاحترام. المجتمع المزدهر، المجتمع اللي عايش في أمان، هو المجتمع اللي فيه الاحترام. أنا نشوف بزاف الناس، مثلا كاين الناس اللي مقلقين، مثلا يجي واحد يقاري عند الدار. هذه تصرى بزاف عند الناس اللي يسكنوا قدام المدارس. كاين بزاف، أنا شخصيا نسكن قدام مدرسة، كي تلحق هذيك الربعة ولا الربعة ونص تاع العشية يقاريو لك كيما جات، هاك هاك هاك، يغلق الكراج يروحوا كامل، ونشوف الناس تضارب وكامل، وعلاش راك مقاري لي هنا وراك عند باب الدار وكامل. ومن بعد انا خرجت عند الجيران هدرت معاهم، قلت لهم هاد الناس لا ميقاريو شحال يقعدوا وقت؟ قالوا لي يقعدوا بين 10 دقائق و 12 دقيقه اقصى حد. قلت لهم يا ناس، ما نقدروش نحملوا بعضنا بعض 12 دقيقه ولا 10 دقائق؟ خليه يقاري، خليه يقاري، قد يشغلو يعود يروح. وراه المشكل يا أحبائي، الابتعاد عن العنف لازم الإنسان. علاش نقول لكم على الاحترام؟ لأنه الإنسان الاحترام هو تبادل الاحترام. لما أنت تحترم الناس عرف ليه يحترموك. ما تقدرش أنت ما تكونش لطيف وتطلب من الناس يكونوا لطفاء معك. ما تقدرش أنت تكون ما تكونش صادق وتطلب من الناس يكونوا صادقين معك، مستحيل. الاحترام هو التبادل، احترام لازم يكون متبادل. تعرفوا ويلتي تعرفوش ويلتي؟ تعرفوها؟ ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلتي ستعاقبني معلمتي. برافو، بصح تغنوها كاع كامل كامل كامل. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. قبل بدء الدرس قال أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. قبل بدء الدرس قال أروني واجبكم، وضعت يدي فوق رأسي وصار صوتي أبكام. ويلتي يا ويلتي، لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. ضيعت وقتي
سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ضيعت وقتي سودا باللعب مع رفاقي، نسيت فروض الغدا وصرت الآن في مأزق. ويلاتي يا ويلاتي لم أقم بواجبي، أقبلي معلمتي بأشد العقاب. بدأت معلمتي تجول عبر الصفوف تراقب واجب كل تلميذ، وحين وصولها عندي قالت أريني واجبك، فلم أتمالك نفسي وشرعت بالبكاء وقلت لها كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. كلا لم أقم به، صرخت وعطتني صفرا وعوقبت بكتابته أكثر من 100 مرة. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. إلى اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. من اليوم فصاعدا سأهتم بواجبي وتلميذا مجتهدا ليفرح أمي وأبي. ويلتي يا ويلتي لم أقم بواجبي، ستعاقبني معلمتي بأشد العقاب. برافو 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 برافو. واش رايكم احبائي؟ راهي معنا العروسه هذه، لازم نزيد نهضر معاها دقيقه برك. بنتي راكي مليحه؟ ها وعجبك الحال؟ تقعدي مع مو يزيد هنا؟ هاي قعدي معايا احبائي. مدام راهي معنا العروسه هذه الشابه هذه، حبيتكم تغنوا معايا أغنية دارها عمو يزيد واسمها ساعدني. ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. أحبائي ملتاج ويحتاج، يعني كل الناس محتاجين. كاين اللي بالمرات مش شرط أنك تصدق بالمال. أحبائي الصدقة ممكن تكون زيارة، تكون ابتسامة، تكون بالملابس، تكون بالأكل، والابتسامة هي الصح. تغنوا معايا ساعدني ساعدني محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. من حب نسمعكم كامل. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني أرجوك سراء ضراء، في الله أخوك معناه الإخاء. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. إنني شيخ أتعبني حملي، ساعدني عليه أوصله لأهلي. ساعدني 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 محتاج لك، أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك. إنني أعمى لا أرى طريقي، أوصلني أرجوك لأرجاء السوق. إنني أعمى
أرى طريقي أوصلني أرجوك لأرجاء السوق ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك إنني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري إنني معاق بطيء سيري كل يا معينا كم تلقى من خيري ساعدني 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 محتاج لك أنقذني وأعني كن جنبي وأنا جنب لك شكرا 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 أحبائي كن جنبي وأنا جنب لك كن جنبي وأنا جنب لك المجتمع لازم يكون فيه إخاء تضامن مودة محبة أحبائي مهم جدا الاحترام شكرا احبائي شكرا 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 شكون جا اليوم مع جداته ما كومش بزاف هاي الجده مرحبا بك مرحبا بك عمو يزيد جيتي مع جدك اليوم اذا احبائي عمو يزيد دلكم اغنيه تقدير للجده بصح تغنوا كاع جدتي جدتي انت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي حفظتوا جداتي جداتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي جداتي جداتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي تعرفوها؟ تغنوها معايا؟ شكون لو حافظها؟ غنوا تشوف جداتي جداتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي كاملة يلا جدتي أنت سر بسمتي جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي بالحب الصافي تكني لي وتزيدين في تدليلي وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات وكم في صلاتك تدعي لي بالخير والبركات جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي برغم كل مشاكستي ضوضاء لعب مشاغبتي فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي فتحسينين معاملتي بهدوء وحكمتي جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى أحبك حبا لا يفنى وفي حضنك أنا كم أهنى خذي من عمري تحيلنا بوركت يا جدتي خذي من عمري تحيلنا بوركت يا جدتي 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 أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي جدتي جدتي أنت سر بسمتي رؤياك بهجتي يا سعدي وفرحتي شكرا ربي طول عمرك ربي طول عمرك إن شاء الله شكرا أحبائي شكرا 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 أعطيلي أعطيلي هذاك بالعلم تعال أنت تاني بالعلم جيبه جيبه مم هو جيبه يلا خلاص أنا واحد رفت الإعلام ما نقدرش ما نطلعوش يلا هاي
يلا مادام شفنا الاعلام دركا ما نقدروش ما نغنوش، واش رايكم نعاودوا الاغنيه تاع سالوني من اكون؟ تعرفها ما تعرفهاش؟ وكيفاه نديروا درك؟ روح روح روح. وكيفاه نديروا لفت الاعلام والدنيا 1 2 3؟ سالوني من اكون في الشرق والغربي، سالوني من اكون في شمالي وجنوبي، قلت الا ترون اني جزائري. جزائري خلاص، انت ماكش حافظ خلاص، احنا كي نغنوا انت دير هكذا في الاعلام، تعرف لها هذه سهله. ها كمل، اش عجبت معدل؟ ها سبعة. سبعة الله يبارك. شحال في عمرك؟ ثمانية. ثمان ايام؟ ثمان سنوات. اه سنوات. وشاطر في الدراسة؟ ها شاطر في الدراسة؟ نعم. الله يبارك. سألوني من أكون، تعرفوها؟ سألوني من أكون سألوني، قلت ألا ترون إن قلت سألوني من تحب ولمن كان النسب. يسقسوك دايما وين الدشرة تاعكم، شكون القبيلة تاعكم، شكون باباك وهذاك وقيل عمك والاخر وقيل سمعنا باللي خالك. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني 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 جزائري. أحبائي كامل هذه الجهوية هذه ما هيش حاجة مليحة، لأنه قوة الشعب الجزائري في الاتحاد نتاعو في الهوية. على بالكم بالهوية ليدنتيتي يا أحبائي. الإنسان، أنا واحد من الناس كي يكون في الخارج ولا يسقسيوني يقولوا لي من تقولوا من الجزائر، يقولي واش من جهة، نقولوا من الجزائر. واش من جهة؟ الجزائر. ثلاث مرات أنا جزائري إلى يومنا هذا، عمري ما نصرح أنا مين. علاش؟ أنا جزائري. أنا نروح لإليزي نحس روحي في الجزائر، نجي لأم البواقي نحس روحي في الجزائر، نروح لتلمسان نحس روحي في الجزائر. أحبائي يا أحبائي، ابتعدوا عن كل أنواع الجهوية يا أخي. أحبائي لازم نحبوا بعضنا بعض. أحبائي شكرا شكرا. شكرا شكرا أحبائي. على بالكم أحبائي بكري بكري في القبائل، كانوا القبائل والعشيرات هكذا، وكامل بكري كان. شكرا أحبائي شكرا. كان كي واحد يغلط يدير خطأ في هذيك العشيرة ولا في القبيلة ولا في الدوار، كان يغلط واش يديروا له؟ على بالكم واش يديروا له؟ ما يسجنوه، ما يعاقبوه، ما يضربوه، كانوا ينفيوه، ينحيوا له الانتماء. إذا احنا عندنا انتماء لهذا الوطن الحبيب، احنا ولاد الجزائر كلنا جزائريين ونعتز بجزائريتنا. سألوني من أكون يلا كامل معايا نعود ونغنوها بحماس. يلا تحية الجزائر. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من أكون في الشرق والغرب، سألوني من أكون في شمالي وجنوبي، قلت ألا ترون إني جزائري، قلت ألا ترون إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من تحب ولمن كان النسب، قلت يا للعجب إني جزائري. سألوني من أكون
في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري إن هذه يدي لأبناء بلدي من أجلك غادي أحسن من حاضري إن هذه يدي لأبناء بلدي من أجلك غادي أحسن من حاضري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري احنا ولاد الثورة كل ذات المرة واليوم راكي حرة بالشعب الثائري احنا ولاد الثورة كل ذات المرة واليوم راكي حرة بالشعب الثائري سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري لا فرق بيننا والحب لمانا والأم أمنا بكل المشاعر لا فرق بيننا والحب لمانا والأم أمنا بكل المشاعر سألوني من أكون في الشرق والغرب سألوني من أكون في شمالي وجنوبي قلت ألا ترون إني جزائري قلت ألا ترون إني جزائري شكرا 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 أحبائي والله شكرا وليدي الله يخليك شكرا أحبائي شرف عظيم والله شرف عظيم حب الوطن أحبائي حب الوطن احنا نزرع حب الوطن في ولادنا يحبوا بلادنا لماذا أحبائي كاين حاجة مهمة جدا 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 الوطن ثابت الوطن ثابت راهو هنا احنا نحبوه ما لازمش نخلطوا بين حب الوطن والتيارات السياسية والديماغوجية والجهوية هذا الوطن ثابت راهو هنا تاعنا احنا نبنوه اذا حب الوطن بعيد عن كل سياسة كل ديماغوجية كل جهوية كل ايديولوجية الوطن حب الوطن الناس تموت على الوطن يا اخي تحية الجزائر بنتي برافو احبائي برافو برافو احبائي شكون اللي يقدر يقول لي ما هي اعلى قمه جبليه في ولايه ام البواقي واين تقع شكون اللي يعرفها عطيني الميكرو واسمك ولدي عبد الوكيل عبد الوكيل الله يبارك شحال في عمرك عبد الوكيل 13 سنه 13 سنه شحال جبت معدل 13 سما في عمرك 13 جبت 13 والعام الجاي 14 شحال تجيب 14 بعد 15 جنة تجيب 15 دبر راسك كي تلحق 19 حنا نسحقوا 19 ان شاء الله وليدي ان شاء الله ربي يوفقك ما هي اعلى قمه جبليه هنا في الولايه جبل سيدي رغيس لا 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 هو ثاني قمه هذاك ولكن القمه الاولى شكون اللي يعرفها شوف الشاطر هذا واسمك ولدي احمد احمد شحال في عمرك احمد 10 سنوات شحال جبت معدل 9.34 الله يبارك وليدي برافو برافو ما هي اعلى قمه الهجار لا لا في ولايه ام البواقي اعطي الشاطر هذاك واسمك ولدي ايمن ايمن شحال في عمرك ايمن 9 تسع ايام 9 سنين تسع سنين الله يبارك الله يبارك اذا ولدي شحال جبت معدل
7.78. 7.78، الله يبارك. ما هي أعلى قمة في ولاية أم البواقي؟ جبل القريون. برافو. في أي دائرة يقع؟ وين جاي؟ عين مليلة. عين مليلة، شحال الارتفاع تاعه؟ 1999. يلا يلا، شحال الارتفاع؟ محاولة ثانية. يلا تعال، أروح أروح. ما كانش هذا هو السؤال، السؤال كان ما هي أعلى قمة وأين تقع؟ معلش الارتفاع أنا نعطيه لكم. يلا أحبائي، على بالكم لازم تتشبعوا بتاريخ وجغرافية بلادكم، الجزائر بصفة عامة والولاية تاعكم، لازم تعرفوا هذه الأشياء. إذن وين راه؟ تعال تعال طلعوه من نظرك. يلا إذن أروح أروح وليدي. إذن عاود ذكرهم باسمك. أيمن. أيمن، ما هي أعلى قمة في ولاية أم البواقي؟ جبل القريون. جبل القريون أحبائي، في أي دائرة، في أي منطقة يقع؟ عين مليلة. في منطقة عين مليلة الجميلة. عين مليلة تاني لازم نروحوا لهم يا أخي. كاين هنا ناس عين مليلة؟ عين مليلة وراكم، ما راكمش بزاف، ما لازم نروحوا لعين مليلة. خلاص إن شاء الله بربي يوفقنا ونزوركم كامل إن شاء الله إن شاء الله. إذن الارتفاع تاعو 900. كيف 900؟ على بالكم ارتفاع جبل القريون 1729 متر. أحبائي جبل القريون هو أعلى قمة في ولاية أم البواقي، هو أعلى قمة في هذه السلسلة تاع جبل أورست اللي راهي هنا، لازم تشوفوا عليه يا أخي. 1929 متر. أعطيه الهدية تاعو، أعطيه الهدية تاعو. إذن أيمن، شركة رامي راعي برنامج مع أمو يزيد وراعي هذا الحفل، يعطيك هذه الهدية إن شاء الله تستفاد بها. نعم شكرا. العفو أيمن العفو. تفضل وليدي، يلا يلا نزلوا أيمن، تفضل وليدي. أحبائي ما دامنا نهضروا على البلاد والجبال والسهول، وعلى بالنا بلي مدينة ولاية أم البواقي معروفة بالفلاحة، معروفة بعدة أشياء، وش رأيكم؟ أنا عندي أغنية نحبها بزاف، هذه الأغنية نقول فيها بلدتي أحن لك، بلدتي أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. يلا بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، بلدتي أحلى مكان فيها عشت من زمان، يا هنايا يا أمان في حما بلدتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، عشت فيك ذكرياتي أياما من حياتي، يا محلى أوقاتي فيها طفولتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، فيك أهلي أقربائي والدايا يا فدائي، في الغداء والعشاء اجتمعت بإخوتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، فيك جدي جدتي يا محلاها لمتي، لما تنادي جدتي اسمعوها قصتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك، إن بعدت أعود لك، بلدتي يا بلدتي. رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، رفقتي وأصدقائي جيراني يا هنائي، لما نلعب في الفناء حتى آخر ساعتي،
أمي تنادي لي دخولي. لا يا أمي لا تقولي. أمي تنادي لي دخولي. لا يا أمي لا تقولي. إني قد زاد فضولي لأبقى مع صحبتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل. فيك بستان ونخل وعصافير ونحل. ووديان أتسيل مأبهاها غابتي. وهضاب وجبال وشعاب وتلال. وهضاب وجبال وشعاب وتلال. وتاريخ ونضال ما أغلاها بلدتي. بلدتي أحن لك أشتاق لك إن بعدت أعود لك. بلدتي يا بلدتي. برافو برافو أحبائي. برافو برافو برافو. شكرا شكرا أحبائي. الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على سابع 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 ماذا؟ سابع ماذا؟ وش قال لي؟ جار. خلعتني مش عارف وش كنت تقول. جاب لي أبي وتقول حاجة واحدة أخرى. سابع جار. أحبائي على بالكم من قيم ديننا الحنيف ومن قيم جدادنا اللي تربينا عليهم احنا حسن الجوار. يا أحبائي حسن الجوار. جارك تقدره، جارك تحترمه، جارك تكون متسامح معاه، جارك تربي له ولاده تعاونه كما هو يعاونك تاني. الجار ثقة الأمانة. عمو يزيد لكم هذه الأغنية نقول فيها: جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. تغنوها معايا. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. يلا تغنوا كمل معايا حسن الجوار يا أحبائي. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، كيف غبت عن الأنظار، حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. حالك أحسن طمني، قل لي ما الأخبار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا أحلى الجيران، ربي أوصى والعدنان، أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. أن أسأل عنك دوما هل أكلت أم جوعان. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. قل لي يا جاري مختار، قل لي كيف أهل الدار، جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري ما حال الأولاد، عيد أمتنا قد عاد. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن ومحمد حسن الجوار. جاري يا جاري مختار، يا من تسكن جنب الدار، وصى ربي في القرآن محمد حسن الجوار. برافو 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 برافو. حسن الجوار أحبائي. الجار قبل الدار.
يا أحبائي، الجار الجار ثم الجار، الجار ثم الجار ثم الجار. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا تحزنوا حن الوداع يا أصدقاء، كل الأيادي في ارتفاع إلى اللقاء. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. لا ننساكم، لا تنسونا، أحببناكم، أحببتونا، سنعود فانتظرونا في موعد جديد مع عمو يزيد. نشكر عمو يزيد مجمع الشروق وكل من ساهم في إنجاح هذا الحفل، ونتمنى أنه يتكرر وشهد أسيل. بالرغم من أنها شاركت مع عمو يزيد قبل سنتين في الحصة، إلا أنها أبت إلا أن تحضر اليوم وتحضر الحفل، لأنها أحبه كثيرا، لأنه عزيز على قلبه، وأتمنى أن يأتي في كل سنة إن شاء الله. أشكر عمو يزيد كثيرا لأنه كان رائعا في كل شيء، وأتمنى أن يزورنا في عين البيضاء. أشكر عمو يزيد كثيرا لأنه أتى إلى أم البواقي، وأقدم تحياتي لأمي وأبي. أشكر عمو يزيد لأنه أتى لولاية أم البواقي، وأتمنى أن يأتي إلى ولاية عين البيضاء. أشكر عمو يزيد لأنه أتى لولاية أم البواقي، وأتمنى أن يحضر مرة أخرى. نشكر عمو يزيد على الحفل. السلام عليكم مشيدي عمو يزيد، بيانفوني يا كاروبر، إن شاء الله لا دوزيام فوا، إن شاء الله أبروشا إن شاء الله، وربي يجيب الخير الجزائر كاع إن شاء الله. مرسي بوكو. اكتشف التطبيق الخاص بحصة مع عمو يزيد. حمل التطبيق من البلاي ستور بكتابة عمو يزيد بالعربية أو باللاتينية. بعد التحميل فعل التطبيق واكتشف كل اللقاءات، كل الحصص، كل الحفلات وأكثر.